يعني من دل إنسانا على الله، من عرف إنسانا بالله، من حمل إنسانا على طاعة الله، من دفع إنسانا إلى عمل صالح، من أعانه على التوبة، من سهل له طريق الحق، من جمعه مع أهل الحق، من نور قلبه بالهدى. أي عمل هدفه إحياء النفس فكأنما أحييت الناس جميعاً. السبب هذا الذي دللته على الله واهتدى بهدي الله وانضبط وفق منهج الله، حوله أشخاص، له زوجة وأولاد، وله عمل يتعامل مع الناس، يعني مئات بل ألوف من البشر تعاملوا معه وأثنوا على استقامته وعلى صلاحه، فكان سبباً لهدايتهم. ومن يصدق أنه قد تكون سبباً في هداية إنسان فتأتي يوم القيامة لترى أن هناك ملايين مملينة قد اهتدت إلى الله عز وجل عبر السنوات والحقب بسبب هداية هذا الإنسان، وهذا شيء لا يقدر بثمن. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.